اقعد يا معلمة. حاضر يا بابا، انا خايفه قوي. ايه القهوه المرعبه دي؟ ما تخافيش يا بت، انت مع ابوكي، عيب. طب بقول لك ايه، ايه لوي، انا حاسه ان الكرسي بيلق تحتيا، وخد بالك انا لو وقعت مش هقع لوحدي. انا عارف هتاخدي القهوه كلها معاكي، اهدي بس يا بابا انا خايفه. اسمعي يا بت، قلت لك ما تخافيش، معاك ابوكي. الله، القهوه عليها اشكال مرعبه قوي. القهوه دي عليها صفوه المجرمين، اكيد هنلاقي تاجر اثار هنا. اصبري بس. هتعرفوا ازاي بقى تاجر اثار اللي هنا؟ لا انا ليا سكتي. مساء الفل يا عمنا. سهل هنا يا رئاسه. معايا حته اثار. اثار؟ اعوذ بالله، انا تاجر مخدرات. ونعم حبيبي. عيش. مساء الفل يا غالي. مساء الفل. معايا حته اثار. لا انا تاجر سلاح. ونعم. مساء الفل يا ابو الشباب. مساء الفل. معايا حته اثار. لا والله انا مستني واحد صاحبي. ونعم الاصحاب. ايه الزهق ده؟ في احنا هنقعد نسال واحد واحد؟ ما اللي تاجر اثار يرفع ايديه يا اخوان. بس يا بنت، في حد يقول كده؟ ده انت رايز تقولي يا منطقه ما فيكيش تاجر اثار. الله، اهدي. مساء الجمال. يا مساء الهنا. غزال خوف. اهلا وسهلا. تاجر اثار. واضح يا باشا من البرنيطه. بابا انا خايفه. لا ما تخافيش يا بنت، معاك ابوكي. والاثار دي بقى اثار فرعوني؟ امال اثار الحكيم يا حلوه. دمه خفيف قوي. كنت فين من اول المسلسل؟ فين الحاجه اللي معاكم؟ اهي. عروسه المولد يا ابني. لقيتوا الحته دي فين؟ في الحمام. حمام فرعوني؟ لا، حمام بيتنا. ايه، حفرتوا تحت الغساله ولا طلعت لكم من المواسير؟ ما خلاص بقى، عرفنا ان الدم وام خفيف. انت ليك اكل ولا بحلاقه؟ اكل وسرقه. يا دي النيله. بقول لك ايه، احنا لقينا مقبره فرعونيه في حمام بيتنا. وبيتكم ده فين؟ في 60 داهيه. ما تحترمي نفسك. بقول لك ايه، افرفرها قدام عينك. بابا خاف؟ دلوقتي تخافي؟ ده انا هخاف وشكلي همشي واسيبك. لا بابا. طب اهدى بس يا معلم، شيل المسدس عيب، ده انت تاجر اثار قد الدنيا. سبت ايه لتجار السلاح؟ احنا ساكنين في حته اسمها داهيه، ورقم بيتنا 60، يبقى 60 داهيه. شارع شبرا. شبرا؟ اه. شبرا ده ايه؟ كل المقابر اللي انا بفتحها يا اما بتبقى جنب الهرم يا اما ناحيه وادي الملوك. ايوه، احنا ناحيه وادي الملوك. وادي الملوك اللي في الاقصر؟ لا، بتاع العصير اللي على اول الشارع ده. انا كده الجعران بدا يلعب في عيبي. محتاج اتاكد ان الحته دي اصلي. الحته دي بتقول انه كان ملك من الملوك. ما تعرفوش كان من الاسره الكام؟ لسه ما حددناش، بس شكله كده من الاسره يا الواحد وخمسين يا الاتنين وخمسين. هي الاتنين وخمسين. عرفت منين؟ في شعرتين بيض في دقن. 52 ايه واتنين وستين ايه؟ الدوله الفرعونيه كلها كانت 30 اسره واحد عازب. ايه ده بس على نفسك؟ انت ازاي تاجر اثار؟ بقى الهرم على نزله السمان على الاسوان والاقصر والمعابد، تقول لي 30 اسره؟ الله، ده برج اللؤلؤه اللي عندنا فيه يجي 182 اسره. نظرية برضه. الله. طب لما هو كان ملك، ايه اللي دفنه في حتة متطرفة كده؟ كان في مشاكل بينه وبين أسرته، رفضوا إنه يدفن في مقابر العائلة. بقول لك إيه، أسئلته كتير وأنا ابتديت أتخنق. بقول لك إيه، لو مش عايز اللي عايزين كتير. لا، ما تأخذنيش، أنا هدفع لك فيها ملايين. تمام، يبقى أنت كده عرفت عنوان بيتنا، تشرفنا بكرة والبضاعة كتير، نقل اللي أنت عايز.